محمد العربي الآن أمام هذا المشهد وعملية التلاعب أو الالتفاف على الشعب أو على الحراك إن صحت العبارة، على من تقع مسؤولية حماية هذا المسار الذي ابتدأ واستمر لسنة وبعد أيام قليلة أسابيع سيدخل سنته الثانية؟ دور الشعب الجزائري في حماية هذه المكتسبات، النخب الجزائرية المسيسة وغير المسيسة في حماية هذه المكتسبات والحيلولة دون العودة إلى الوراء. وشوف، مما لا شك فيه أن يجمع الناس الآن أن الشعب الجزائري قام بشيء استثنائي يكاد يكون معجز، يعني لم يكن يتوقع الناس كثيرين من أن الشعب الجزائري يستطيع أن ينتفض بسلمية وحضارية قل لها نظير، حتى يعني أبهرت العالم اللي كان يتوقع أن الجزائر ربما لو كان تنتفض قد تكون سوريا أخرى أو ليبيا أخرى أو اليمن أخرى. فإذا بالشعب الجزائري يعطي صورة استثنائية، وكتب الإعلام العالمي اللي في الغالب خاصة الأنجلوساكسوني كما تعرف لا يهتم بما يجري في الشمال إفريقيا، الجزائر المغرب تونس أساسا، كتب عن الجزائر كتابات غير مسبوقة، وشيء حتى أنه كان هناك من يتحدث على أن الشعب الجزائري قد ينال جائزة نوبل. شعب إذن أثبت قدرته على التأثير وعلى السلمية وعلى محاولة التغيير وبناء الدولة المدنية. لكن الشعب بطبيعة الحال في نهاية المطاف ينظر أيضا إلى نخب وينظر أيضا إلى أسماء معينة وينظر أيضا إلى تصرفات بعض الناس يعني. وللأسف النخبة الجزائرية تاريخيا كانت دائما متأخرة عن الشعب. الشعب الجزائري هو من قلب الشعب الجزائري انطلقت الثورة التحريرية، لا تكن من النخب، نخب التحقت، بعض النخب التحقت فيما بعد. إضافة إلى الخلل الذاتي داخل بعض النخب، إلا أن هناك أيضا لعبة أخرى وهي لعبة المخابرات. المخابرات الجزائرية هي متخصصة في الفيروس، يعني هي تصنع الهدم التدمير، وقد استطاعت إلى حد ما أن تحدث الشكوك ما بين بعض القيادات الشعبية إذا شئت، وأيضا سواء كان اتجاه إسلامي اتجاه غير إسلامي اتجاه علماني، برغم أن أنا لا أؤمن بهذه الاتجاهات، أنا دائما أؤمن بأنه من هو مع الشعب ومن هو مع النظام، قناعتي هو هذا هو الانقسام الحقيقي وليس الأوصاف اللي كل واحد يلبسها كما يريد. لكن النظام تخصص ومنذ فترة طويلة منذ 62، لكنه أصبح منذ 92 أصبحوا خبراء كبار في نشر الفيروس. الفيروس مثل يدخل الكمبيوتر ويدخل فيحطم الملفات، لا يبني، يهدم فقط. هذا الهدم في الحقيقة وصلهم أيضا، لأنك عندما تنظر إلى القيادة العسكرية خاصة منذ منذ صيف 2018 تجدها مشتتة على الأقل وفق أربع تصنيفات: جزء يحكم، جزء هارب من كبار الجنرالات، جزء مسجون، وجزء مدفون تحت الأرض، وهناك حق جزء آخر وهو جزء خائف لا يعرف ماذا سيحدث له. إذن قضية التخسير بين الشعب، نعرف أن القايد صالح مثلا أراد أن يقوم بها على مستوى الشعب ككل بين ما سماه النوفمبريين والزواف، وكاد أن يخلق فتنة هائلة بين من يعتبرون أنفسهم عرب وبين من هم قبائل، والحمد لله أن أغلبية الشعب خرجت تقول مثلا الشعار الشهير القبائل خاوتنا بركونا من الفتنة الذي شعر رفع في كل مدن الجزائر، ووأد تلك الفتنة اللي ينشرها الذباب على الانترنت وعلى صفحات الانترنت، واللي قادها حتى تلفزيون في مرحلة معينة تكلم عن الزواف. بكل تأكيد أن النخب تلام، وبكل تأكيد أن هناك تفسير وهو أن فيروس المخابرات مدمر واستطاع أن يدمر كل شيء في الجزائر، حتى أحزابه مفتتة كما قلت، الجنرالات مفتتين، القيادة العسكرية مفتتة، كل شيء مفتت. إذا لم يفهم بعض إخواننا من أي تيار كانوا من أن المرحلة استثنائية والبلد في خطر وجودي، وأنه يجب وضع النرجسيات جانبا ووضع الطموحات الشخصية جانبا والالتفاف حول مشروع إنقاذي لإنقاذ البلاد والمرور بمرحلة يهدأ فيها المجتمع وتهدأ فيها البلاد ويأمن فيها الناس
ويأكل فيها البعض، لأن الآن ناس كثيرين ليجوعون، يعني مش مجازا حقيقة. إذا لم تفهم هذه القيادات فربما الشعب قد يسحقها هي الأخرى أيضا، أو يتجاوزها هي الأخرى في ثورة شعبية بالتأكيد تطيح بالعصابة وتطيح أيضا ببعض النخب. أنا لا أتحدث طبعا عن ما يسمى بالأحزاب، هؤلاء بالنسبة إلي جزء من الوجه الآخر للنظام، أنا أتحدث عن النخب الحقيقية التي يؤمن بها الشعب أو التي يرى فيها أنها قد تكون ما لاعب رئيسي في إنقاذ ومساهمة في إنقاذ البلاد. إذا لم تقوم بدورها فسيتجاوزها الشعب وسيمضي، لأن في النهاية ليس له خيار، وإلا فإن البلاد ستنتهي ليس فقط سياسيا كما هي اليوم اقتصاديا، وإنما حتى وجوديا جغرافيا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق وعضو أمانة حركة رشاد، كنت معي من لندن، شكرا على المشاركة والإفادة.